تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عليكم احنا ليكم بحلقة جديدة. احنا اليوم غادي المعادي عند صاحبة أم رضوان، جات من الإمارات وحدة تانية مش أم عبد الله، هذه ماما لوبنا. ونزلنا هنا للنيل وقلنا نصوروا معكم، نصوروا وتشوفوا النيل بالنسبة للمغاربة. الجو زوين والله معكم أم رضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة رايحة أزور ماما لوبنا، كانت بقى لها سنين معايا. هات المنظر ده، بص المنظر ده، مصر جميلة والله، مصر جميلة وفيها حاجات حلوة. عجبني منظر النيل، المنظر هنا أصلا بقاله سنين، يعني برج القاهرة. آخر حاجة فاكرة إن أنا جيت النيل ده وأنا مخطوبة مع جوزي، آخر حاجة يعني. يلا بقى نكمل الحلقة معانا وإحنا نازلين كده الموقف عشان نركب. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. إحنا النهاردة في الحلقة التانية، ضيافة الإماراتية في المعادي في مصر عند مدام لبنى. النهاردة احنا جايين عندنا عندها هنا معزومين، ويد الفضايح ليه بس، هي مش عايزه تبان معانا مكسوفه، مش واخده على الكاميرا. معانا بقى هنا مين؟ صديقتنا الثالثه مزمزيل امنيه، منقذه الكلاب الضاله في الشوارع والاليفه والقطط. دي بقى يا جماعه يعني قصه كده كبيره هتشوفوها في الحلقه بعد اللقاء دوت. هتحبوا اللقاء دوت، وهنسيب لكم اللينك بتاعها على الفيسبوك. اتمنى ان يكون الحلقه دي لطيفه كده وخفيفه وتعجبكم، وتابعوا معانا طبعا على القناه عندنا يوميات مغربيه ومصريه. اعملوا لنا اللايك واعملوا لنا الاشتراكات واعملوا تتاكل حيوانات في الشارع. يعني بصراحه انسانه اقدم انا بقى زين. يلا على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في حلقة جديدة. النهاردة انا جيت اقابل صديقة عمري وحياتي بقالي 11 سنة ما شفتهاش، ماما لبنى. النهاردة يا مكسوفة تظهر قدام الكاميرا معانا. اهلا بيكي في مصر ونورتي مصر. لقينا صاحبتنا الثالثة طبعا مزمزيل امنية، حبينا نعمل معها حلقة عن حب الحيوانات الاليفة. هي بتحب الكلاب بطريقة جنونية جدا، وتربية القطط، وهي من يعني ما بتشوف حاجة كده زي الحيوانات الأليفة دي في الشارع. تلاقيها مرة واحدة تقف بالعربية تحط أكل، تحط لهم مية، دايما شايلة في العربية معها دراي وحاجات. عايزين برضو نتعرف عليكي. أنا أمي، أنا جاية لصديقة عمري برضو مدام لبنى وجارتي وحبيبتي. فجيت قابلت الأمامير حبايبي وبس، والكلام جاب بعضه. وانا فعلا هوايتي الوحيده والاساسيه هي تربيه القطط والكلاب، دول عشقي، عشقي في حياتي. عايزاكي بقى تكلمي على الكلاب اللي عندك، اللي هم اللي انت اصلا مربياهم في البيت ولا بتاع؟ لا في البيت الاول. في البيت عندي كلابي صغيرين ثلاثه كده، جريفونات باندا وبراندي وستيلا. ثلاثه براندي ده الولد، بس عملت له عمليه تعقيم علشان ما يتجوزش الولاد. يتجوزهم عادي بس ما يخلفش. فهمي الناس يعني ايه تعقيم. تعقيم اللي هو ان الكلب نخليه لو اتجوز ما يخلفش، بس ما بنمنعوش ان هو يتجوز. يتجوز عادي بس ما يخلفش عشان ما يحصلش تكاثر واعداد. والكلاب بقى اللي هم في الشارع اللي انا بحبهم طبعا، عشان احنا الجو الاماراتي. عازمك على قهوه من عند ماما لبنى. اوكي حبيبتي. ما تشوفوا الخان ابعدهولك مضايقك؟ لا عليك انت بقى عشان بينك. لا مداري حاجه كل واحده اسم وكل ولد مسميه اسم، وعارفه مين بنت مين ومين خاله مين. شو لدرجه ايه يعني ام ومخلفه عيال، وكل واحده مخلفه عارفه دي خالتها ودي اختها ودي امها ودي بنتها. بيخلفوا عيال، وفي العيال هيموتوا، في العيال هيتاخدوا يتسرقوا، اروح اجيبهم من مكان تاني كمان. اروح اجيبهم. وبنعمل لهم قد كده اكل كل يوم، نقعد نطبخ لهم اكل مطبوخ في البيت، ننزل ناكلهم ونجيب لهم، نشيل بقى الضوافر والحاجات ونقطع لهم حاجات صغيره وناكلهم، ويستنونا بالميعاد. عايز اقول لك انا لو اتاخرت عن نزولي عليهم ساعه ممكن انزل يوم واقفلني على باب العماره كده مستنيين، يعني ناقص شويه يطلعوا في الاسانسير عشان يقولوا لي انت فين اتاخرتي ليه. شفت والله شفت الحب ده والله. صدقيني عمرك ما هتلاقي وفاء
زي انا عايزاك تحكي على الكلبه بتاعتك وكلبي لما عملت لها عمليه الولاده و... طيب هي قالت لنا قصه ظريفه كده عن الكلب بتاعها. انا عندي كلبتي وزنها حوالي 3 كيلو صغيره قوي جريفون، وجبت دكر طلع في كينوع على جريفون في وزنه طلع 11 كيلو قد كده، فانا ما كنتش عايزاهم يتجوزوا. فجاه لقيتهم في يوم متجوزين، رحت سالت الدكتور قال لي ده في مشكله عليها ممكن يعني تموت، ان البيبيهات بتوعها من الذكر ده هيبقى حجمهم كبير على الرحم بتاعها، في اما لازم نعمل لها عمليه قيصريه. بس بقيت اعمل لها سونار ولقينا ان هي فعلا حامل، بقيت متابعها كل اسبوعين اعمل سونار لحد ما جه يوم الولاده. الدكتور قال لي تابعيها ولما القرن يطش يعني هي راحت ودت الكلبه بتاعتها للدكتور. أيوة كلبه صغيره عرفت الوزن بتاعها، ما هي روح ما هي زي وزن الكلب التاني، وعملت لها يعني سونار وعرفت ان الرحم بتاعها صغير الكلبه. خدوا بالكم من الكلام. اه ايوه بجد والله ده اللي حصل. والدكتور قال لي لما القرن يطش على طول تحاولي تشدي الجنين، فانا ما اقدرش اعمل حاجه زي، هو طلع براسه وحاولت ان انا اشده ما عرفتش، قعدت 5 ساعات احاول ان هي تحزق وكده مش عارفه. خدتها رحنا المستشفى العسكري اللي هي بتاعت الجيش اللي هي البيطري، وقالوا هنحاول. عملنا سونار لقينا ان في طفلين من عندها ماتوا تقريبا، السائل نشف من كتر ما حاولت تولد. قعد يشدهم بايده نزلهم، في بيبي جوه مزنوق خالص، اديناها حقن الطلقه بتاعت الستات العاديه اللي هي اي ست بتاخدها. ما ولدتش، وقعدنا نلف في نوع تاني ندور عليه مش لاقيينه، نلف عليه في الشوارع واحنا بقى بنلف لانها بقى عشان تولدي الكلب. عشان اولدها ايوه، ما هي العيله ما جوه مزنوقه عندها ولدتها بقى. بس الحمد لله فجي عايز يتجوزها تاني، قمت عملت له العمليه بقى. بس اتجوزها من اسبوعين والحمد لله مش هيبقى فيه خلف. يعني انت عمليه التعقيم دي ان انت بتعقمي الكلب ان هو يتجوز اه بس ما يخلفش، ما يعرفش يخلف بالظبط. طب كده صح يعني؟ عندي اه مظبوط كده. عندي قطتين جبتهم من الشارع، كان قط قد كده صغير كان الكلاب هياكلوه، كان لسه قد الكف، والثانيه كانت قد الصباع لسه كانت مولوده بقى لهاش ساعتين. والله الودان مقفوله والحبل الستري موجود وعينيها مقفوله، لسه كل حاجه فيها مقفوله. خدتها صباع قالوا لي هتموت، قلت لهم هحاول وماتت خلاص بتاع ربنا. بقيت اجيب لها سرنجه احط لها لبن متخفف عليه ميه، مع القطط ما تاخدش لبن سك، لازم اللبن عليه ميه عشان في ماده اسمها اللاكتوز دي بتموت، فتخففيه ميه دافيه كده اهو وتديها بسرنجه تنقيط وتمسحي لها عشان تعمل تواليت، وتجيبي لها ازازه سخنه او دافيه تحطيها لها على جنبها عشان تحس ان دي امها كمان. انت القطه لازم تحس بالدفى زي ما تبقى عند امها بترضع، تجيب لها حاجه دافيه وعليها فوطه عشان هي تنام عليها تحس ان دي امها تقوم تنام. وفضلت اعمل كده اسبوعين لحد ما فتحت وعايشت معايا دلوقتي بقى لها عمرها سنه ونص او سنتين تخيلي. يعني انت عندك خبره بالعنايه بالكلاب؟ ما كنتش اعرف عنايه القطط خالص، دي كده سالت وعرفت وبقى عندي. طب يعني انت عارفه امراض اللي بتيجي للكلاب وتهاجمها وازاي تعالجيها وكده؟ اكتر مرض بيجي للكلاب الجراوي الصغننين اسمه برف، البرفو والديستمبر. والبرفو ده بيجي لو 50 كلب موجودين هيقضي على 50. ايوه بس ده ملوش علاج، انا عارفه ملوش علاج. ملوش علاج بس له تطعيم. بس للاسف انا مره طعمت 9 كلاب من في الشارع كانوا جراوي صغيرين، طعمتهم عشان كنت هوديهم شيلتر. الشيلتر ده هو اللي يعتبر مأوى بتاع الكلاب اللي بياخدوهم ناس بقى وتديهم مثلا تجيب لهم اكل تجيب لهم شرب الحاجات دي، وناس يبقى عندهم حته ارض او فيلا وبيربوا فيها كلاب الشارع دي عشان ما تتقتلش ما تتسمش، الناس كتير قوي بيسموا. انتوا واخدين بالكم يا بتقول ايه؟ بتلاقي الكلاب في الشارع بتاخدهم اللي بتعطف الحيوانات وتعطف عليهم وتنضفهم وتعالجهم وتاكلهم وبعدين توديهم مكان زي ملجا كده للاسف. والله يا دينا بعد ما طعمنا الكلاب النهارده مثلا بعد بكره لقيتهم بيموتوا واحد ورا التاني. ده البرف برف اه، واحد بس اللي عاش، واحد بس اللي عاش منهم، الثمانيه كلهم ماتوا. للاسف ما لحقناش نوديهم الشيرتر، ما اعرفش ماتوا ايه. هو تقريبا انت لما حد بياخد تطعيم الفيروس او الميكروب اللي في جسم الواحد بينشط، فهم طبعا اكيد عشان في الشارع وكده. تعرفي من... حاجه طيب عن الجراد الكلاب والكلام ده؟ قراد اسمه قراد. القراد اه القراد ده موسم بتاعه كان من شهرين وجالي قراد فعلا من الشارع. ده بيتعالج ازاي بقى؟ القراد ده اولا الموسم بتاعه بصي هو بيجي كذا شكل، في نتايه وفي دكر، في الصغير طبعا وفي الكبير. النتايه دي لو لقيتي نتايه هي بتبقى مدوره كده ورمادي، مش عارفه ورمادي، دي لما بتولد بتولد بالالف ونص الوالده، الف ونص بيضه وتبقى صعبه، دي تنتشر ايوه انتشار رهيب. دي علاجها بصي انا جربت كل حاجه،
فليت بايجون راجون الحاجة. في الحاجه الوحيده بودره سامه بيتمسح بيها المكان ويترش بيها الكلب سامه، بس ما تسمش الكلب حتى لو الكلب لحس نفسه. في ابره؟ لا الابره دي ضعيفه يعني، اسمها اقول لك اسمها ايه، اسمها برس، اسمها برس، بتتفضى على ظهر الكلب كده من ورا بقول يتفضى على ده، تمسك الكلب كده ضعيفه ضعيف. في حاجه كنت بجيبها سبري اسمه فرونت لاين، كان مبلغ غاليه، ترشي في الودان وفي بطاطهم وفي وراكم الحاجات دي، ده حلو سم للحشره بس مش سم للكلب. لقيت دلوقتي مستشفى الجيش بتاعت البيطري عامله بودره اسمها سيفين، بودره بتاخدي معلقه وتحطيها على لتر ميه وتدوبيها، تمسحي بيها كل المكان اللي فيه قرار، بس يوم ما تلاقيش حاجه. طب مره عليكي برضو وبخي بالبخاخه في اي مكان كل يوم. في امراض كده بتيجي برضو للكلاب اللي هي بتبقى فيه دم كده في البراز، هو ده البرف. ده برف؟ ده البرف. في امراض تانية مثلا تحب تقولي للناس عليها او هم دول أو خبرتك في الحاجات؟ اشهر مرضين هم البرف والديستمبر. القطط انا ما عنديش خبره في الامراض. طب مرحله التحضين للكلاب مثلا لو كلبه بتبقى فيها تحضين يبقى الطريقه ايه؟ تحضين لو ايه هتبقى تحضين الولاده عشان تتجوز وتخلف؟ لا عشان هي بعد ما خلفت بالحضانة الولادة ازاي؟ مفيش، انا عملت لما ولدت عندي في البيت مفيش، عملت لها مكان كده فيه فرشة ومكان دفى وجبت لها كرتونة كبيرة، حطيت الكرتونة دي على السرير عشان ابقى مطمنة وهي قاعدة جنب، كرتونة كبيرة قوي بتاع التكييف مثلا بتاع التلفزيون كده، حطيها تقعد بقى وتقعد ترضع وخلاص، ومكان يكون دافي عشان البيبي. ده فترة التحضين الرضاعة بس. ماشي يا جماعه، احنا كده عملنا لكم حلقه كده بسيطه. صراحه بنشكر الاخت يعني وافقت تصور معانا وتحكي لنا تجربتها مع كلاب الشوارع والقطط كيفاش كتعطف عليهم، يعني كنشكرها بزاف. والله دول غلابه، انا عايزه اقول لكم الناس هنا اللي بيسموا الكلاب والقطط اكتر من اللي بياكلهم، يعني حرام. يقول لك احنا بنتضايق من صوت الكلاب، طب هم صوتهم ربنا خلق صوتهم كده، نعمل ايه طب في صوتهم يعني؟ يعني ربنا معقول خلق الكلب عشان احنا نسمه؟ المفروض احنا الانسان احنا اقوى من الحيوانات دي، يعني احنا المفروض احنا اللي نحميهم مش احنا اللي نسميهم. ما ربنا لو عايز الحيوانات دي ان هي تموت ما كانش خلقها من اصلا. بل في بعض المناطق هنا عندنا في مصر لما قتلوا فيها الكلاب خالص طلعت الثعابين والعقارب. سبحان الله، ما ده حاجه اسمها توازن بيئي، لما نوع حيوان يعني بيروح الله خلق كل حاجه لسبب، كل حاجه لحاجه بالظبط. زي القطط لما تقتلي قطط من كل مكان هيطلع لك الفيران او الثعابين. الكلاب راحت تطلع التعالي تطلع العقارب تطلع التعالي، عدم توازن بيئي. حبك للكلاب ايوه ما شاء الله، حبها للكلاب يعني زي ما تقول 98% حب كلاب و2% حب بني ادمين. ده كتير كمان. ده كتير بتقول لك كتير كمان. خلاص احنا هنختم معاكم الحلقه النهارده، احنا حبينا نقدم حاجه لطيفه كده وخفيفه. قدمي اختمي معانا. يلا كيف ما شفتوا الانسه امنيه عجبتكم الحلقه ديالها ما تنساوش من اللايكات ديالكم، لاول مره يشوف لاول مره يشوف القناه ديالنا ما ينساش من الاشتراك وتفعيل الجرس بس يوصلوا الجديد. طيب هي عندها فيسبوك موجود لو حد عايز يتواصل مع انسه امنيه. نزل اللينك بتاعها. هنزل لكم في الانبوكس بتاعها، هي على الفيسبوك بالانجليزي اسمها امنيه منير، هنزل يعني لكم خبيره بتربيه اللينك كلاب بتاعها. وممكن تدخلوا على صفحتها لو كلها كلاب. اللي عايز يصور معاها برضو يا جماعه من القنوات هنسيب لكم اللينك بتاع التواصل معاها. اللي عايز يسالها عن الخبره عن الكلاب والقطط رفق بالحيوان برضو هسيب لكم اللينك وانتم منكم بشر ليها بقى. كنتم مع يوميات مغرب.